أهلا بكم من جديد. لدولة الإمارات دور إنساني يبرز من أحد أذرعها الإنسانية، الهلال الأحمر الإماراتي، الذي دعا نظراءه في دول مجلس التعاون الخليجي لزيارة مخيم رجيب الفهود الإماراتي الأردني للاجئين السوريين. التقرير التالي لمراسلتنا سلوى السوالقة من محافظة الزرقاء الأردنية يستعرض روح التعاون والأخوة في المنطقة الذي عكسته هذه الزيارة. منذ تكفلها باحتضان ورعاية اللاجئين السوريين في الأردن قبل 11 عاما، تؤكد الإمارات أن ما تقدمه في هذا المخيم ما هو إلا تجسيد لرسالة الدولة وقيادتها، واستمرار لنهج العطاء الإنساني اللامحدود الذي تتميز به. ولإبراز دور الدولة والاستفادة من خبرتها في مجال الإغاثة، دعا الهلال الأحمر الإماراتي نظراءه في دول مجلس التعاون الخليجي لزيارة المخيم الإماراتي الأردني رجيب الفهود والالتقاء باللاجئين وتفقد أحوالهم. الشيء اللي شفناه يبهرنا من جميع النواحي، يعني لا إله إلا الله، أن يأتي حق الخدمات الطبية، يعني تعتبر مدينة متكاملة، فيها مدارس، فيها مستشفى، فيها مراكز طبية، فيها أنشطة رياضية، فيها كمتم شايفين حين هني عندكم المكتبة هذه اللي احنا قاعدين متواجدين فيها، روعة. كل احتياجاتهم سرنا ما رأينا من خدمات إنسانية وطبية متميزة تقدم لأشقائنا اللاجئين السوريين، ويعد هذا المخيم نموذج يحتذى للمخيمات التي تقدم الخدمات بكل أمان وصحة وكرامة للاجئين. أقول أن ما رأيت يجعلني أقف شامخا أمام هذه الدولة، دولة الإمارات العربية المتحدة بحكومتها وشعبها، على هذا الصرح المميز، على هذه المعاملة الإنسانية الجد الراقية، الكبير والصغير، الرعاية الاجتماعية والنفسية والطبية والعلمية والدينية والأخلاقية، شيء حقيقة نقف أمامه بكل احترام، بكل حب، بكل شكر. ويهدف هذا النوع من الزيارات إلى تحقيق المزيد من التكاتف بين هيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجية خدمة للمحتاجين حول العالم، من خلال تنسيق الجهود وتبادل الخبرات والمعلومات لإقامة المشاريع الإنسانية. إخوان السوريين الموجودين يشعروا أنهم في بلدهم، في مكانهم، في مدينتهم. الأطفال اللي شفناهم في المخيم هذا لأولادنا، فنحاول نقدم كل خدمة، وهذه الخدمة ما تكون عادية، خدمة مميزة، والحمد لله وفقنا بشهادة الكل. الهلال الأحمر الإماراتي دعا الأمانة العامة لمجلس التعاون لهذه الزيارة لتبادل الخبرات ونراويهم الخدمات اللي نملكها في مخيم رجيب الفهود الأردني الإماراتي الأردني، ومنها من هذه الخبرات اللي نتبادلها ونتعرف عليها كنا نراويهم المنطقة الخضراء. افتتحنا المنطقة الخضراء قبل 3 أشهر تقريبا في شهر 10، وكانت ما شاء الله يعني دعاية قوية للمكان، ومن تطور إلى تطور إن شاء الله. ويعتبر المخيم الإماراتي الأردني الذي يتجاوز عدد قاطنيه 6000 لاجئ نموذجا في العمل الإنساني التطوعي، خاصة وأنه حاصل على عدة جوائز عالمية في إدارة الجودة والبيئة والأعمال الرائدة. وبعطائها ستبقى الإمارات رائدة العمل الإنساني والخيري على مستوى المنطقة والعالم، فالدولة توظف كافة إمكاناتها المادية والبشرية لتعزيز قيم العطاء الإنساني ونشره على نطاق واسع. لأخبار الإمارات سلوى السوالقة من المخيم الإماراتي الأردني رجيب الفهود الزرقاء.